والله ما زوج لانه هاي دباباتنا وهذا العتاد وهذا العناصر. مدينة جرابلس، مسقط رأس الشهيد العقيد يوسف الجادر، الضابط المنشق عن قوات النظام وصاحب المقولة الشهيرة بأخوة الشعب السوري وأهداف ثورته في نيل الحرية والكرامة. هي كذلك جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، عندما كان علم الثورة طاغيا على مظاهراتها قبل 4 سنوات، تماما كما شقيقتها منبج قبيل ظهور تنظيم الدولة المفاجئ 2013 وما أعقبه من ظهور مماثل لوحدات الحماية الكردية. إلا أنه في منبج استبدلت رايات الثورة برايات سوداء مطلع 2013 في أوج توسع تنظيم الدولة، أعقبها سريعا أعلام صفراء تسعى وفق تصريحات لوحدات الحماية الكردية لضم أجزاء واسعة من شمال سوريا ضمن ما يسمى بإقليم روجافا. ومع اتساع رقعة وحدات الحماية الكردية المتهمة بتهجير مدن وبلدات عربية وارتكاب انتهاكات بحق سكانها الأصليين وصولا لتغيير أسماء مدن تاريخية بأخرى كردية، تبدو الأخيرة مدعومة بغطاء جوي أمريكي وحتى قوات أرضية في وجهتها إلى مدينتي الباب وجرابلس في إطار ذريعة التنظيم. هي الذريعة التي منحت الوحدات ضمن واجهة قوات سوريا الديمقراطية غطاء أمريكيا ومئات الكيلومترات على الأرض. سيناريو يبدو أن الثوار أدركوا سرعة وطريقة تدحرجه، ليأتي الحديث أخيرا عن حشود كبيرة للثوار استعدادا لشن هجوم على جرابلس وتحريرها من قبضة التنظيم قبيل وصول زحف الوحدات للسيطرة على كامل الشريط والمنافذ الشمالية مع تركيا، عدا طبعا عن تجنيبها التحول من جرابلس إلى كركاميش كما حل بمنبج التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى مابوك. الأخوة إلى جرابلس. الله. مقاطع بثها ناشطون تؤكد توجه أعداد كبيرة من الثوار إلى جرابلس، يرافقها قصف مدفعي تركي استهدف أطراف المدينة الغربية، فيما كشفت مصادر عسكرية خاصة لأورينت عن حشود كبيرة للثوار مؤلفة من مئات المقاتلين تمهيدا لاقتحامها.